اللي من وجهة نظرك قبل بس ما نروح لبقية كلام كابتن هاني؟ يعني برضه انا حابب اقول ان يعني احيي الجهاز الفني واللعيبه على حقيقي المجهود اللي عملوه خلال الفتره اللي فاتت. يا جماعه احنا كلنا لعيبه كوره وعارفين ان ده اجهاد غير طبيعي، صحيح نفسي وعصبي وبدني وكل حاجه. بس تخش بطوله تطلع من بطوله، يكفي ان انت بكره مش هتنام تصحى تلاقي ايه افكر في ولادي ومراتي واصحابي وبتلا تفكر في البطوله جايه، البطوله اللي بعد كده ومش هرجع القاهره. لا ما هو ممكن افكر بطوله ارجع القاهره ارجع القاهره بص عليهم بس كده ولا حاجه وبتاع لا انا النهارده بفكر ان شاء الله في ماتش بكره. ماتش بكره خلصته المفروض بقى لو ربنا كرمنا وكسبانين كمان ارجع احتفل بقى مع امي وابويا واخواتي وتخش في تخش في اللي بعده. ما هو ده اللي بنقوله، عشان كده دايما بنطالب وهاخد رايك في هذا الامر يا كابتن حشيش انه ما تاجل الماتش من الاثنين للثلاث هيحصل ايه؟ فش اي مشكله خالص. احنا اللي احنا اللي بايدنا التاجيل، ويعني احنا مش محتاجين ان احنا نقول لهم كمان لان هم شايفين الوضع. احنا مش بنقول ان مثلا اجله اسبوع، ده انت عايز تاجله يوم بس نتيجه لظروفك ان انت في بلد ورايح بلد تانية وعندك ماتشات ولاعب ماتشات كتيره، يعني وفي حاجات كتيره جدا يا جماعه خلال الفتره اللي فاتت. انا ما افتكرش يعني ما اعتقدش ان الفرق كلها هن اللي بتلعب في كاس عالم الانديه لعبت كم المباريات خلال الفتره اللي فاتت زي النادي الاهلي. ما فيش حد في خصوصا انا في اعتقادي ما فيش نادي في العالم خلال ثلاث شهور يلعب سبع بطولات وخصوصاً مختلفه، وخصوصا الحظ ان كمان الاتحاد الافريقي اللي عمل بطوله السوبر دي السنه دي في التوقيت ده مع بدايه موسم في وسط المباريات دي كلها، دي حاجه كمان كانت اضافيه على النادي الاهلي، ومبارياتها كانت صعبه مع خلاصه انديه افريقيا ومسافات جنوب افريقيا وهنا وهنا طبعا وهنا. طبعا الناس يا جماعه لازم تقدر فعلا مدى التعب اللي على اللعيبه خلال الفتره اللي فاتت. يعني انا بصراحه وانا جاي الاستوديو في الراديو شفت كده او سمعت برنامج بيكلم بيقول لك احنا مش عايزين بقى النادي الاهلي كل شويه يقول لنا اجهاد ومش اجهاد. الناس دي طبعا للاسف يعني بعيده كل البعد عن الكوره وعن الرياضه. اللعيبه في الاول في الاخر دول بشر مش مكن، ده حتى المكن بيتعب لازم توقفه شويه وتعمل له صيانه وتهدي يعني مش معقوله. يعني قد يكون الفرق اللي بيشجعها عمرها ما وصلت للاجهاد لان هم بس قال لك على طول اغراض هو بيلعب بطوله او اتنين في السنه يعني ده لو كمل فيها كده. اللي يقول غير يعني ده يبقى زي كابتن مهاني بيقول كده صحيح. والله بجد لانه خصوصا اذا كان لعيب كوره او يعني رجل رياضي استحاله يكون لعيب كوره، استحاله يكون لعيب او لاعب رياضه او لاعب ممكن يكون لاعب كوره بس ما مرش بعدد البطولات ديت او الانديه اللي بيشجعها ممكن بيلعب بطولتين في السنه. خصوصا انت قلت يعني كلام قبل ما ادخل مهم جدا جدا، النادي الاهلي مش مطالب ان هو يشارك وبس، انت لازم تلعب كويس وتكسب، لازم تعمل اداء كويس ولازم تكسب، وبعدين انت بتلعب في مستويات كبيره جدا طبعاً جدا طبعا. يعني احنا فخورين جدا ان اسم النادي الاهلي دلوقتي يعني حلق في العالميه، الناس كلها اللعيبه الكبار الدوليه المدربين الكبار بيتكلموا عن النادي الاهلي، بتزود القيمه التسويقيه للنادي الاهلي. البطوله دي ادتنا مكاسب كتير جدا بغض النظر ما بين قوسين عن بكره. انت بتتكلم على ناس وجماهير زعلانه من فرقتها انها ما وصلتش لكاس العالم للانديه عشان تلاعب او نهائي كاس العالم للانديه عشان تلاعب المان سيتي، وزعلانه ويعني مقهوره على فرقتها انها اتغلبت من بطل امريكا الجنوبيه، زعلانه على فرقتها انها بعد الاداء الكبير قدام افضل فرق اسيا اتغلبت قدام يعني فرق من البرازيل يعني اللي احنا كلنا من زمان متربين يعني البرازيل دي حاجه جامده. يعني لوجيك واللي بيتكلم غير كده اعتقاد الشخصي بيكون يعني انت عارف انت لو ادائك وحش وما بتروحش للجون وما بتضيعش اهداف وكده يعني خلاص الناس. انا برضو بستغرب جدا برضو والله بجد. خلينا لو طب نروح للمنطق في هذا الامر، يعني ايه ما فيش اجهاد؟ ايه المنطق في ان انا احاول اقنع الناس ان الاهلي ما عندوش اجهاد؟ ازاي؟ ايه يعني لا بجد ما ممكن يكون في منطق. ما فيش اي منطق يا سلام. لا علميا يا كابتن حضراتكم يعني اعلم مني يعني في الكلام ده، هل في حاجه علميا تقول اللي بيحصل مع النادي الاهلي ده طبيعي؟ والله لو حد قال لي حد يعني حد مش اي حد، حد يعني بيفهم وعنده العلم و يخش يشرح لنا يخش يعني يشرح لي يقول لي والله يا اسلام لا ده عادي النادي الاهلي، ايه المشكله لما يلعب جمعه اثنين ويسافر في الوسط بينهم ويلعب اتحاد جده وبعدين يلعب فلومينينزي وبعدين يلعب اورورا وبعدين يلعب يسافر الامارات وبعدين يلعب مع كاس السوبر وما شافش عياله ما شافش حد؟ ما ضغط نفسي يا جماعه، ما حدش يقول لي لا والنادي ما تقولش كده، ده ضغط نفسي. انت الشاب الصغير مش هنقول الراجل الكبير زينا كده يعني، الشاب الصغير اما بيروح كذا مشوار يومين ثلاثه ورا بعض يبقى قاعد في البيت نايم مش قادر يتحرك،
فما بالك بلعيبه بتتمرن وتبذل مجهود وعليها ضغط عصبي، والضغط العصبي ده بيحمل الجسم اكتر كمان في الاجهاد. خلينا نتكلم معلش يعني قولوا لي بس اشرحوا لي هل ممكن بجد والله الموضوع مستحيل. الموضوع مستحيل. انا عايز بس حد يقول لي ممكن يا حد يعني حد بيتكلمنا حتى على مستوى المدربين الكبار. سيبك من النادي الاهلي، ليفربول ويورجن كلوب طلع في وقت من الاوقات قال لك الويفا مش مهتمين باللعيبه وعندنا ضغط مباريات كبير جدا ولازم اللعيبه دي تستريح. المان سيتي وجارديولا قال نفس الكلام، لازم ضغط المباريات يا جماعه يقل. كل انشيلوتي نفس الكلام. بنتكلم على مدربين كبار، وقد يكون عدد البطولات اللي بيلعبها المان سيتي او بيلعبها ليفربول مش بنفس كم المباريات، ولكن طبعا هو بالنسبه له علميا علميا في فترات ما تقدرش انت تلعب في، يعني في حاجات ما تقدرش انت، لا والله يومين كفايه قوي، ما فيش الكلام ده وما فيش يعني ما فيش الكلام ده. لا وانا مسافر يا كابتن، مستحيل تعمل معاك الكلام ده، مستحيل الكلام ده. وانا مسافر أيوة وانا مسافر. انا دلوقتي لما حضرتك زي ما بتقول كده لو مشينا لغايه اخر الاستوديو ورجعنا هنتعب، احنا شخص طبيعي يعني صحيح. فما بالك بان واحد مركز وبيلعب ماتش وحواليه وعارف ان وراه 80 90 مليون اهلاوي بيستنوا ان هو يكسب الماتش ده عشان يفرحوا او يناموا مبسوطين. تخيل مدى الضغط اللي بيبقى على الواحد لما بيبقى كده. في حاجه معروفه، انت لما يبقى ضغط ولادك عليك، في حاجه معروفه يا اسلام كمان، ان الضغط العصبي بيتعب اكتر من طبعًا الضغط البدني طبعًا. يعني كمان فانت من بطوله تطلع على بطوله ثانيه على بطوله ثالثه بمختلف انواعهم، عليك عبء كبير، عليك كمان عبء جماهير. صحيح هي دي اللي بتكلم عليها. في ناس في فرق بتلعب ما عندهاش الضغط الجماهيري ده فتتغلب تلعب كويس ما تلعبش. انما النادي الاهلي كل الفرق عندها طموح، بيحاسبوا اللعيبه اسلام على الباصه الغلط، لو واحد النهارده في ماتش والشوط الثاني رايح شويه الناس بتحاسبه، لا في ضغط كبير جدا جدا، وعلى المدرب ما غيرتش، لا غيرت، لا اتاخرت، لا عملت، يعني لا يعني مجهود كبير جدا جدا على الفريق. صحيح. ان شاء الله يعني ربنا يديهم على قد تعبهم، يعني ربنا يديهم على قد تعبهم فعلا يعني باذن الله. نتمنى ان ده يحصل. طيب خلينا برضو علشان الحقيقه واحد من اللاعبين اللي لهم دور كبير جدا جدا وحضراتكم دائما بتشيدوا بيه النجم الكبير علي معلول، خلينا نطلع نشوف ماذا قال علي معلول ونرجع نكمل مع حضراتكم بقيه هذه الحلقه.